أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ ما أظن هنا مسلم يبي يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، تفسرون الموالاة بغير معناها، ولا ما أظن هنا مسلم يوالي الكفار أبدا إن شاء الله. إن كان يواليهم فهو جاهل، ولا ما هو مسلم، إما أنه جاهل أو أنه ما هو مسلم من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال تحسبون أنتم موالاة وهي ما هي موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، مثل الإهداء للكفار الهدايا، هذا جائز وله من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذا ما هو من الموالاة، هذا من تبادل المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقة الليثي يدله على طريق الهجرة وهو كافر لأجل يستفيد من خبرته في الطريق، يجوز استئجار الله، ويجوز أن المسلم يأجر نفسه للكافر إذا احتاج، لأن هذا من باب تبادل المنافع، ما هو من باب المحبة والمودة. حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به، وليس هذا من باب المحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء، لكن يحسن إليه ويبر به، لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد، ومن الإحسان الدنيوي. هناك أشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، هذا يجري وليس هو من الموالاة. هناك أشياء يظنها بعض الجهال إنها موالاة وهي ليست موالاة. هناك المداراة، إذا كان على المسلمين خطر ودار الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذه مدارات، وفرق بين المدارات وبين المداهنة. المداهنة لا تجوز، لكن المدارات إذا كان على المسلمين أو على المسلم خطر ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. الأمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى معرفة. أما أن كل شيء مع الكفار يفسر بأنه موالاة، هذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس. نعم. فالذي الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، لا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم ما يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي. هذا خطر، خطر على القائل أنه قال على الله بغير علم. نعم.